السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد أمايو، عضو جمعية السعادة للجميع للأعمال الاجتماعية اللي تأسست من طرف مجموعة من الطلبة في 25 يناير 2016، بعد العمل كمجموعة لثلاث سنوات. تأسست من أجل الجمعية أهداف بالأساس اجتماعية مساهمة في التنمية البشرية، من بينها الاهتمام بالفئة المهمشة والمنسية من المجتمع، كذلك تنمية الفكر التطوعي، وأيضا تشجيع التمدرس ومحاربة هدره. الشتاء الدافئ اللي قمنا بها كجمعية السعادة للجميع بشراكة مع جمعية بصمة عطاء، المساعدات اللي غتكون مقدمة من طرف الناس، أولا الملابس اللي تقدر تكون إما قديمة إما جديدة، حنا كنعاودوا الفرز ديالها، والأغطية، وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم عبد العالي الشرقي، رئيس جمعية بصمة عطاء الخيرية. جمعية بصمة عطاء هي جمعية مغربية شبابية لا منتمية، تم تأسيسها بمدينة طنجة يوم 8 دجنبر 2017، وهي مسيرة موفقة لمجموعة يد الخير تعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية وكذا المساهمة في تطوير وتأهيل قدرات الشباب وزرع بذرة التطوع في نفوسهم. غايتها تخفيف المعاناة على المحتاجين ورسم البسمة على وجوههم مستنيرة بالقيم المستمدة من ديننا الإسلامي، كما تسعى للريادة والتميز في العمل الجمعوي الخيري لخدمة مجتمعنا المغربي. وجمعية بصمة عطاء إلى حد الساعة قامت ب19 نشاط وعمل خيري يهم كل طائفة المجتمع المدني، وكذلك هناك طائفتان من الأعمال، أعمال اجتماعية خيرية، وهي الأعمال مثلا يمكن أن نذكر أعمال موسمية، عيد الأضحى، عيد الفطر، رمضان، وكذلك الدخول المدرسي، كما أننا قمنا بزيارات لدور العجزة ودور الأيتام. أما هنالك شق آخر وهو أعمال اجتماعية ثقافية يمكن أن نذكر فيه الندوات وكذا الأنشطة المستهدفة والخاصة بالأطفال. حمزة أمجد، عضو بالمجلس الإداري لجمعية بصمة عطاء الخيرية. فالحمد لله تمت انطلاقة مشروع الشتاء الدافئ يوم 8 أكتوبر 2018. الهدف من هذا المشروع هو فك العزلة عن ثلاث دواوير تحاصرهم الثلوج كل سنة بمنطقة الحوز. فمع حلول فصل الشتاء وفي إطار برامجنا السنوية، فجمعية بصمة عطاء الخيرية وجمعية السعادة للجميع تنظمان مشروع الشتاء الدافئ تحت عنوان عطاؤكم دفء وسعادة لهم. الهدف من هذا المشروع هو فك العزلة عن 129 أسرة من خلال تمكين الساكنة من الاستفادة من عدة مساعدات يصعب عليهم الحصول عليها. فجمعية بصمة عطاء وجمعية السعادة للجميع جاء ليكون جسر وحلقة وصل بينكم وبين هذه الأسرات. فإيمانا منا بأهمية العمل التطوعي ودوره في الرقي بالمجتمع، حاولنا أن نخصص حيزا كبيرا للاهتمام بالفئات المعوزة وخاصة بالمناطق النائية التي تستهدفها حملتنا من أجل تحسين ظروف العيش بها وإلحاقهم بالمركبة الإصلاحات التي تعرفها بلادنا عن طريق المجتمع المدني. كما نحيطكم علما أن الجمعيتين لا تستفيد من أي دعم خارجي سوى مساهمة الأعضاء وبعض المحسنين جزاهم الله عنا كل خير. هذا نداء لكافة ساكنة طنجة من أجل مساعدة ديك الناس اللي هما منسيين في ديك المناطق الجبلية، مناطق الأطلس، لأنهم في أمس الحاجة لنا، في أمس الحاجة للمساعدة ديالنا من جميع النواحي، لأن ديك الناس منسيين بزاف. فكنتمنى اي واحد كيسمع هذا النداء هذا انه يساهم ولو بالقليل. طبعا اي واحد كيفكر في الداخل ديالو ان لما كانش عندي الحوايج بزاف ولا ما نقدرش نجمع الحوايج بزاف ما غنساهمش، لا، اي حاجه كانت بسيطه ولو باقل الاشياء، مثلا شي صباط عندك في الدار، شي حاجه، اي حاجه مجموعه عندك في الدار، حاول انك تجمعها ولو مقربين عندك من الجيران وتساهم بها من اجل ادخال البسمه والسعاده اللي طبعا غتشاركوها معنا وغتشوفوها من خلال داكشي اللي غنشروا لكم من ديك المناطق. وشكرا. You